إلى افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس لمجلسنا الموقر، يتزامن مع احتفالنا بذكرى غالية علينا جميعا، وهي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، الذكرى 51 لهذا النصر المبين. فانتهزوا هذه الفرصة لأتقدم باسمنا جميعا بخالص التهنئة إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة، كما نتقدم بخالص التهنئة والإعزاز لجيش مصر الباسل الذي نصفه دوما بأنه مدرسة الوطنية المصرية ومجمع الأبطال العظام الذين نفخر بهم وبدورهم الداعم والمساند دوما للإرادة الشعبية. إن ما خاضه الجيش المصري من معارك تاريخية طويلة حقق فيها البطولات والانتصارات جعلته واحدا من أقوى الجيوش وأفضلها في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي نجح في دحرها والقضاء عليها بالتعاون والتكاتف مع رجال الشرطة الوطنية المؤمنين برسالتهم المخلصين لوطنهم إلى أن ساد الأمن والأمان في ربوع البلاد. فتحية احترام وتقدير لكل جندي مصري، ودعوة صادقة لكل شهيد افتدى وطنه وأمنه واستقراره بأغلى ما يملك، وطوبى لهم في جنات الفردوس بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.